أنا حاسة حالي مثل الناس الطبيعيين، ما بيختلف عن شيء. طبعاً أنا بتمنى لكل واحد اللي مثلي يتعامل كأنه إنسان طبيعي. وأنا بروح على المدرسة وصف سادس وبكتب وبقرأ. طبعاً أنا كتير يعني كتير حابة إنه أتفوق في دراستي وأعمل وشغلات تانية حابة إنه أتفوق عليها، وإن شاء الله إن شاء الله أتفوق. أنا كتير يعني حبيت هالماراثون، والله يعطيكم العافية. اليوم حاولنا ننظم بالاشتراك مع لجان الحماية ومع معبر باب الهوى هذا الماراثون. هو عبارة عن سباق بين الأطفال ذوي الإعاقة مع الأطفال السليمين. الهدف الأساسي من هذا الماراثون هو محاولة دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع الأطفال السليمين، دمجهم في المجتمع، رسم البسمة على وجههم، لنخبرهم أنه نحن معهم، لنحاول يعني يكونوا قادرين على أنه يكملوا مسيرة حياتهم. وظروف الحرب اللي صارت واللي سببت لهم هاي الإعاقة ما تكون هي سبب في أنه تمنعهم من أنه يكملوا حياتهم بشكل سليم.